احنا مش عارفين، احنا مش عارفين وباء الكورونا ده جاي منين. جاي من الخفافيش، جاي من الكلاب، جاي من اكل الحمير، جاي من الافاعي، جاي من التعابين. مش فاهمين القصه، ولا جاي من امريكا ولا جاي من اسرائيل. يا جدعان ما تجنوناش بقى، راح مجنون خلق، اتجننتونا. الحقيقه فين؟ طب ما الصين على طول بيصدر، الصين هي مصدر وبقت. انا مقتنع بكده 100%. ليه؟ زرع عندهم قبل كده وباء الطيور، انفلونزا الطيور، بعد كده انفلونزا الخنازير، انفلونزا الخنازير ثم الخنازير، ها، وبعد كده في انفلونزا، الانفلونزا دلوقتي انفلونزا كورونا، ما الكورونا دلوقتي من انفلونزا برضه، وانفلونزا السيرس، مش عارف اسمها السيرس ولا يخرب، كل ده جام الصين. الصين ليه؟ الصين يا جدعان مش بتخلي حيوان على وجه الارض الا ما بياكلوه على وجه البصيره، كله بالشفت هناك، ده حتى بني ادمين كمان هناك بتاكله. في ايه؟ مش عايزين وباء يجي؟ إيه؟